أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم وش نطيبوا اليوم. حصتكم وش نطيبوا اليوم تأتيكم يوميا إذا بوصفات اقتصادية رائعة، وصفات اللي كنتم انتوما طلبتوهم منا. إذا مشاهدينا بدون إطالة راح نبداو بالوصفات تاعنا اليوم، لكن قبل ما نبداو ما تنسوش رقم الهاتف راه يمر أسفل الشاشة، رانا نستناو في مكالمتكم باش يعني هذه الأمسية تحلى بالاتصالات تاعكم. يلا مشاهدينا وصفتين دائما كالعادة. الوصفة الأولى أنا اخترت لكم القرنون محشي صوص بلونش، وعندنا بطاطا في الفرن كذلك. أما وصفة التحلية اخترت لكم واحد المعسلة نخليها لكم في الجزء الثاني من البرنامج. إذا مباشرة مشاهدينا راح نبدأ الوصفة، لكن قبل ما نبدأ نقول لكم أنه المقادير راهي تمر في الشاشة. هنا مقادير الوصفة نحتاج فيها 7 حبة تاع القرنون مفورين، عندنا بصلتين مرحيتين، ثوم مرحي، زعتر الرند، جلبانة، عندنا الملح، فلفل أسود، كركم، زنجبيل، وعندنا البطاطا، لحم مفروم معدنوس، وعندنا جبن مبشور هذا اختياري، تحبوا ضيفوه تحبوا لا. إذا نشوفوا مع بعض هاد القرنون كيفاش رايحين نحضره مباشرة. إذا مشاهدينا واش راح ندير، راح نشعل المرميطة ديالي، نحط كمية قليلة تاع الزيت بهذا الشكل. راح نستعمل سمن من منتوجات المرجان، كمية قليلة كذلك تاع السمن. انا نحب ندير السمن والزيت في نفس الوقت، لانه السمن يعطي لي ذوق رائع، والزيت كذلك يساعدني باش السمن تاعي يذوب. اذا كمية قليلة فقط هذا الشكل. هلا هنا نخلو المقلة تاعي تذوب بهذا الشكل. عندي هنايا 2 أطراف تاع اللحم، تحبي اللحم سيدتي تحبي تستعملي الدجاج، لك الاختيار. اذا عندي هنايا اللحم تاعي راح نقطعو قطعتين او 4 قطع، نختاروا دائما اللحم. هنا كل واحد كيفاش يحب نوعية اللحم تاعو، كاين اللي يحب اللحم تاعو يجي شوية مشحم، كاين اللي يحبو يكون يعني اللحم وحده. إذا اللحم اللي يكون مغبغي يعني ولا فيه كمية قليلة تاع الشحم راح يكون بنين أحسن من اللحم اللي يكون كامل يعني ما فيهش شحم. إذا هنايا واش عندنا كذلك، عندي كمية قليلة تاع البصل، لأنه راح نخلي شوية تاع البصل لافخص ديالنا. نستقبلوا مكالمة من قسنطينة. ألو نعم، أمينة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي، مرحبا بك. الله يسلمك، معايا أستاذ مريم، واش راكي؟ لاباس الحمد لله سيدتي، وأنت راكي مليحة؟ والله الحمد لله، راني فرحانة كاني حكيت معك اليوم. وأنا راني فرحانة بيكم. مرحبا بك. يعيشك اختي العزيزه، ان شاء الله صحه مبارك. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله يلقانا بخير كامل، ويلقى الامه الاسلاميه جميعا بخير ان شاء الله. تفضلي الاخت. يعيشك والله العظيم، عيطت شكرك بك على الوصفه تاعك كيجي، وشفت كيمان ايه ما شاء الله عليكم، والله توحشناكم بزاف. وحنا ثاني توحشناكم، والحمد لله رانا رجعنا وراح نقدم لكم. على بالك والله يا شيخ مريم، عيطت لي بح اختي قالت لي راهي كاين الحصه تاع شيخ سليمان او رجعوها، وانا فرحانه بالبزاف. الحمد لله سيدتي، مرحبا بك. مرحبا. يعيشك اختي، عذرنا علاش نقدم اهداء صغير. تفضلي لكن بدون اطاله، اكيد تفضلي الاخت. شكرا اختي، نقدم اهداء تاعي لافامي مزيان. ايه. ولافامي نغواتي في قسنطينه. ونقدم اهداء تاع اخواتي الله يهداكم الكبيره الى صغيرها، لا ننسمي الاسد تسكرم بزاف. تحياتنا احنا ليهم كذلك الاخت الكريمه. شكرا انا مريم اختي العزيزه، شفنا اللي حصلت مش قدمنا وصفه تاع قلب اللوز ان شاء الله باذن الله تعالى. راح نبرمجوها اكيد باذن الله. قلب اللوز والبسبوسه تاع
نواس كوكو. ان شاء الله كنت حضرتها في الحصة لي، يعني اول حصة تاعي كنت حضرت البسبوسة وكانت جد رائعة، وصفة يعني ناجحة ما شاء الله. اكيد شوفيها على اليوتيوب سيدتي. نعم وصفت كشف من ولا اروع، وصفت كشف سليمان ولا اروع. الحمد لله ربي يبارك فيكم. شكرا على اختي العزيزه، ربي يهنيكم وتحرم بعينكم. شكرا شكرا سيدتي شكرا. إذا مشاهدينا الكرام نعود نذكره هنا بالوصفة تاعنا. الحاجة الأولى اللي بديت فيها هي اللحم تاعي راهو يتقلى مع البصل، ضفت عليه الملح فلفل كحل وشوية الكركم والزنجبيل. هنا دائما سيدتي اللي تخاف أنه البصل تاعها يتحرق ضيفي عليه كمية قليلة تاع الماء هكذا باش ما يتحرق لكش، ودائما كي نضيف الماء نضيفوه في الأطراف بهذا الشكل هكذا البصل تاعي ما يتحرقليش. اذا نحركوا سيدتي مع بعض هكذا، نخلي هذاك اللحم تاعي راهو يطيب. نمروا الان للقرنون تاعنا باش نعطي لكم طريقه كيفاش رايحين نحضروه. اذا مشاهدينا هنا بالنسبه للفخص ديالي واش عندي، عندي هنايا لحم مفروم، عندي نص بصله مرحيه، عندي ربطه تاع معدنوس، عندي هنايا الثوم، ملح، فلفل كحل، وعندي الكركم. هنا راح ندير له قليل من الزيت. يلا نستقبلوا مكالمه. السلام عليكم اختي مريم. عليكم السلام سيدي، مرحبا بك. واش راكي اختي مريم لاباس؟ الحمد لله سيدي الحمد لله، وانتم راكم ملاح؟ ناس مليانه لاباس؟ والله غير لاباس اختي مريم، جيراني مخميس مليانه. نظن انه الصوت تاعك ماشي غريب علينا، وانت واقي متتبع وفي للبرنامج. مرحبا بك سيدي تفضل. ايه متتبع وفي البرنامج، وفرحت بزاف كي شفتكم رجعتوا لينا قناه البلاد. الحمد لله سيدي، راك تتبع في الحصه العائله الكريمه راهم ملاح. والله غير لاباس، راهم يسلموا عليك انت والاخ الكريم سليمان. ان شاء الله ان شاء الله، تحياتنا لهم الاخ، تحياتنا. شكرا. الله يسلمك اختي مريم. نعم راني في الاستماع تفضل. نشكرك انت بزاف اختي مريم والاخ سليمان والاخت الكريمه اللي تقبل المكالمات، ومدير القناه وجميع عمال قناه البلاد كامل حبكم كامل توحشناكم. شكرا سيدي، وحنا ثاني تحياتنا ليكم والعائله، وتحياتنا كامل الناس مليانه. شكرا سيدي. شكرا. الله يسلمك اختي مريم. نعم تفضل اخي راني نسمع. شوف كاينه واحد الوصفه، هذه الوصفه حنا نديروها في رمضان وكذلك نديروها كي الانسان يصوم مثلا سنين وخميس نديروها كذلك. نعم وش هي؟ وخاصة في رمضان اللحم الحلو. إن شاء الله سيدي راهو مبرمج بإذن الله راح نحضروه. أختي مريم. نعم. أنا نقول لك حاجة، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وربي يكفر من فيكم ونحبوكم ونموتوا لكم، قال آخر يعطيكم الصحة وشكرا جزيلا. شكرا سيدي شكرا 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 شكرا. نشكرك سيدي شكرا. هلا بهذا الشكل. اذا احنا هنا مشاهدينا واش درنا، اللحم تاعي ضفت عليه بصله مرحيه، نص ربطه اولا ربطه معدنوس، الملح، فلفل كحل، درت له شويه تاع الثوم وشويه تاع الكركم مع الزنجبيل، راني يعني نعجنه كامل هكذا بهذا الشكل. انا ضفت عليه كميه قليله فقط تاع زيت المائده فوالا بهذا الشكل. هنا تقدري ديري بيضه كيما تقدري ديري شويه لاشابلور، انا ما حبيتش ندير له لانه راح ندير له كميه هنايا تاع الجبن المبشور. هنا راح نستعمل كميه قليله تاع جبن مبشور، جيد راح يعطي لي نكهه رائعه، ويعني راح يشد لي كامل هذاك اللحم المفروم ديالنا. اذا نعاودوا هنا بالنسبه لافارس تاعي، قلنا فيها اللحم مفروم، نص بصله مرحيه، سنينه تاع الثوم، عندي هنايا المعدنوس، الملح، فلفل كحل، كركم، الزنجبيل. تقدري ديري نص حبه بيض ولا تقدري ديري هنايا شويه تاع جبن مبشور. لازم نعجنوا جيدا هذيك لافارس تاعي بهذا الشكل حتى وين ينسجموا كامل هذوك المكونات مع بعض.
اذا نروحوا للقرنون ديالنا مشاهدينا، راح نحكوا شويه على القرنون تاعنا. بالنسبه للقرنون مشاهدينا واش عندنا؟ عندنا هنا القرنون تاعنا نقيناه بيان سور، غسلناه كامل بالليمون، فورناه. هنا كاين بزاف بعض النساء يقول لك انا القرنون ديالي واش يصرالو، كيما يقولوا كي يكون يطيب في المرق تاعو يتنحى لا فيونداشي هذيك، تتنحى من لاكوك تاع القرنون. انا نقول لك سيداتي ولا من الفون تاع القرنون هدايا، هنا لازم تفوريه، لازم كي تفوريه يعني يكون ديجا دخلوا طياب. حنا نعرفوا انه القرنون عاصي شويه، هنا كيما كي ديري له هذيك لا فيونداشي، لا فيونداشي راح تزرب الطيب. من بعد هذا مازال ما طابش القرنون تاعنا، من بعد راح يديكولا. ولكن هنا الى طيبتي القرنون تاعك فورتيه شويه يعني يولي لك طري بهذا الشكل، فوالا نحط هذيك لا فيونداشي تاعي من الفوق، راح يكون الاستواء تاعها في نفس الشيء، يعني تكون مستويه في يعني في نفس الوقت. اذا هذه هي الطريقه. يلا نستقبلوا مكالمه من وهران. نعم سيدتي تفضلي، راني في الاستماع. واه راكي كيف مريم لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت لاباس صحتك؟ وانا الحمد لله لاباس. الحمد لله سيدتي. شكرك على الوصفات، كنت تخبرني قولي لي على الليل. نعم. الليل ما عرفتش ندير لها كونجيلاتور. واش حبيتي؟ الليل الليل. القارص الليمون. واه الليمون. عندك كمية كبيرة حبيتي ديري في الكونجيلاتور. واه باش يقعد كيما هو ما يعليش. انت ديريهم بعدا عصير ولا واش حبيتي ديريه في رمضان؟ واه ندير عصير ولكن نجيب هكا ما نبقاش باش نحتفظي. اكيد دوك نعطيك الطريقه كيفاش راح تحتفظي به، طريقه جد وسهله وحاجه ما تصرالو، لانه انا نعطيك الطريقه تاعي اللي نخدم بها الليمون تاعي، خاصه راهو السعر تاعو دوكا راهو في متناول الجميع. واه رمضان ان شاء الله. رمضان ان شاء الله راح نوري لك الطريقه، قعدي فقط معنا في الاستماع سيدتي ونوريك الطريقه كيفاش تخدمي الليمون ديالك. صحي رحب صحي. شكرا سيدتي، نكملوا برك مع القرنون من بعد نحكيو على الليمون. ما ننساكش سيدتي لانه هما الليمون والبرتقال، اذا كامل نحبوا كما يقولوا نحتفظوا بالليمون تاعنا والبرتقال في الثلاجه. شوفوا معايا مشاهدينا، راني نعمر في ليكوك تاعي، فوالا بهذا الشكل. شوفوا القرنون تاعي راهو طايب، بخسك راهو طايب، فورناه سيداتي باش هكذا كي يطيب راح يقعد لاصق. شوفوا جانا بومبي ما شاء الله، هذه اللي قعد لي. نكملوا في هاد الحبه لانه هذه ما عمرتهاش مليح. اذا مشاهدينا القرنون تاعنا شوفوه مع بعض راح يكون النتيجه تاعو بهذا الشكل، فوالا هو محشي جد رائع. اذا نكملوا الوصفه تاعنا، هنا نخلو اللحم تاعنا يطيب شويه. هنا انت سيدتي بيان سور عندك لا كوكوت في الدار ولا زعما عندك الوقت خليه يزيد يتقلى. انا واش راح نجيب؟ راح نجيب الجلبانه ديالي. بسم الله، عندي هنايا جلبانه مجمده من منتوجات المهدي، فوالا هاي الجلبانه ديالي اللي راح نستعملها في الطبق تاعنا اليوم. نجيب المقص تاعي بهذا الشكل، فوالا ونخلي الجلبانة تاعي شوفوا الشكل تاعها لداخل، فوالا راني ديكو
دي كونجليتها مسبقا. فوالا هذه مام راهي طيبه وبزاف حلوه يعني فيها سكريه، يعني كاين انواع تاع الجلبانه، كاين هذيك اللي تجي حلوه وكاينه اللي ما تجيش، هذه الذوق تاعها سكريه يعني جد رائعه بزاف بنينه مع هذا الطبق. اذا احنا واش نديرو الحين؟ نحوها منا، نخلوها غير هنا فوالا بهذا الشكل. بعد ذلك هنا كي قريب يطيب اللحم تاعي واش راح ندير؟ راح نمرقه باش يكمل لي يطيب اللحم تاعنا. بهذا الشكل اذا واش نديرو الحين؟ نكملوا البطاطا تاعنا ونشوفوا كيفاش رايحين نحضروا لا بوم دو تيغ ديالنا. اذا هنا في بعض الاحيان ولا بزاف وين حنا نحضروا الطاجين تاعنا ولا الجلبانه ولا اي نوع تاع الطاجين عندنا، بصح نحبوا نرافقوهم بالبطاطا، لكن اليوم راح نعطيك طريقه جد رائعه كيفاش راح تحضري البطاطا تاعك، ولكن ما رانيش رايحين نستعملوا المقلاة ابدا، نطيبوها في الفرن. اول حاجه نبداو بها سيدتي هي الفرن تاعي، لازم نشعلو على 180 درجه حتى 200 درجه، هذيك خطوه اولى. عندي البطاطا تاعي هنايا اللي كنت ديجا قشرناها، راح نقطعوها بالشكل حنا نقولوا اون باطوني، يعني بالشكل طولي هكذا شرائح كبار بهذا الشكل. فوالا تحبي نقصوا لها الحجم شويه تجي شويه صغيره ماهوش مشكل، لكن هي في الاصل تاعها نقدموها بهذا الشكل. يلا نستقبلوا مكالمه من عاصمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي، مرحبا بك. الله يسلمك، واش راكي؟ الحمد لله سيدتي، وانتي لاباس؟ لاباس مليحه الحمد لله. الحمد لله. ناس العاصمة لاباس؟ ولا لاباس الحمد لله. اي شوية سخانة اليوم؟ اي سخانة. سخانة واليوم راهي الطريق معمرة. تفضلي. صح كي الظلمة راهي تشهي. وي الظلمة اليوم غنحضروها سيداتي. ايه رانا صايمين ولا راهي تشهي. تليق غير الظلمة هذه. وي. ويعطيك الصحة على المعلومة تاع قلتي فوروا اسمه القرنون، لأنه شوفي سيدتي كاع يقولوا لي مشكل، يقولوا لي الظلمة صح. لا تصوت لي قلتي بلي فوروا، يعني يعطيك الصحة بارك الله فيك. ايه شوفي فوري عجبتني الفكرة. شوفي كي قريب يطيب اللحم تاعك بيان سور أو طاب، حتى لو كان يعني طاب ما بقالوش بزاف واحد خمس دقائق، انت واش ديري؟ تسد في كامل هذاك القرنون ديالك اللي كون ديجا تكون طابت الجلبانه ولا الحميصه، واش حبيتي ديري سد فيه كامل، غليه تاع 10 دقائق لو طون فاش يطيب هذيك لا فيونداشي وخلاص، لانه ديجا القرنون تاعنا رانا طيبناه. هذه هي يعني ما تخافيش كامل القرنون تاعك ما يزيدش يتفتح وما يتبعدش على اخوه يعني. الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا شكرا. شكرا شكرا سيدتي شكرا. مع السلامة. ربي يحفظك. السلامة. شكرا. إذا تقدري تختاري البطاطا، أنا الموس هذا راه غابني شوية لأنه في الحقيقة الموس ما يكونش بهذا الشكل. اذا شوفوا الفور تاعنا لا طومبيراتور تاعو جيد، الفور تاعي سخن او يعيط ليا. نبقاو دائما مع البطاطا. شوفوا هذه البطاطا كيما كنت تشوفوها في الـ يعني سربوها بزاف في الفنادق ولا في الاعراس. اذا ما عليك غير تجربيها سيدتي وراح تشوفوا النتيجه تاعها في الاخر. اذا
نحط له لابلاك تاعنا هنا ونعاودو نشرحو لكم الوصفة والطريقة كيفاش رايحين نحضرو هذيك البطاطا ديالنا. نمسحو فقط لو بلون دو ترافاي اكيد باش نخدمو في مكان نظيف. اذا البطاطا تاعي شوفي يا سيدتي راح يكون الشكل تاعها هكذا بلا ما ندير ان ريسيبيون ولا. شوفي معايا بهاد الشكل. الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي الثوم تاعنا. نجيب الاله هذه باش نشوف فوالا لي ترحيلي الثوم. نحطو وحده اثنان نديرو واحد زوج سنينات ولا ثلاثه تاع الثومه. بهذا الشكل نزيدو الحبه رقم ثلاثه. ما نديروش بزاف الثوم باش يقعد لي الذوق تاع البطاطا ديالي. فوالا بهذا الشكل شوفوا درنا تقريبا ثلث سنينات تاع الثوم. الحجم تاعهم كبير. فوالا نغسل فقط يدي باش نكملو. اذا درنا هنايا ثلث سنينات تاع الثوم بعد ما قطعنا البطاطا تاعنا. نضيف عليها الفلفل الكحل، نضيف عليها هذاك الزنجبيل ديالي، عندي هنايا البابريكا نحتاجو كميه تاع البابريكا، ونحتاجو الكركم تاعنا ماشي كميه كبيره. هذا واش كاين. اذا نعاودو مشاهدينا المقادير. قلنا عندنا هنا البطاطا تاعنا بعد ما قطعتها بالشكل طولي حطيت عليها ثلث سنينات تاع الثوم، الملح، فلفل كحل، الكركم والزنجبيل والبابريكا. اذا هادو لحد الان هذا واش راني حاطه. هلا بهذا الشكل نحطو شويه معدنوس، وعندي هنايا زيت الزيتون. هاد الوصفه تحب زيت الزيتون. فوالا بهذا الشكل. وما ننساوش اكيد الملح سيدتي، الملح. بهذا الشكل. اذا هنا راح نستعمل يديا باش كامل. يلا نستقفلو مكالمة المدية باش كامل هذوك المكونات يدخلوا في البطاطا ديالي. الو نعم. الو السلام عليكم. نعم سيدتي مرحبا بك. الله يسلمك سيدتي. تفضلي الاخت الكريمة. وصفاتك الله يبارك عليك. هي تجربي البطاطا تاع اليوم. عم جربتها عجبتني بزاف. شوفي هذه دوكا كي تذوقوها يعني ما تطولش بزاف، واحد 20 دقيقه هكاك ماكسيموم طيبه. حتى يعني تشكروني على هذه الوصفه هنا برك باش من مشاهدينا باش ما ينساوش المقادير. راكي معايا الاخت؟ راكي معايا؟ انا معاك. نضيفوا نضيفوا كميه قليله فقط تاع الماء، هذا ما كان باش ما تشطليش هذيك الزيت تاعي في الفرن. هذا ما كان. الاخت القرنون فورتيه ولا طيبتيه؟ قلنا القرنون نفوره باش ما يديكولاش لافيونداشي، ما تبعدش على القرنونه تاعنا. يا اخي شتي المشكل اللي صرا دائما انه القرنونه تاعي توخر عليها هذيك لافيونداشي بعد ما تطيب يروح لها كامل الشكل تاعها. اذا باش ما يصرا لهاش هذاك المشكل دائما دائما لازم واش قلنا واش قلنا واش نديرو لها؟ ايه واش نديرو لها؟ نديروها نفوروها اكيد. نفوروها ايه اكيد. يا ربي يحفظك ان شاء الله.
شكرا سيدتي، شكرا، نشكرك على المكالمة. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا. إذا مشاهدينا هنا واش ندير؟ راح نغطيها بشوية تاع، دائما نبداو بابي كويسون، وراح ندير بابي ألمنيوم. راكم معايا؟ هنا هذه الطريقة أنا اللي نقدم بها هذا الطبق ديالي هنا في المنزل، يعني في المنزل سيدتي حضريها بهذا الشكل، لأنه نحب تكون شمخة شوية. فوالا هكذا، ونحطها في الفرن تاعي على 180 درجة حتى 200 درجة، هذه من نهار نهاية الحصة تكون وجدت. من بعد نفتح عليها جست نحمرها ونخليها. إذا مشاهدينا فقط نذكروا بالوصفة تاعنا اليوم. الوصفة الأولى اللي كانت عبارة على القرنون محشي، فوالا رانا بدينا باللحم تاعنا راهو يتقلى، دوك نروحو نشوفوه. فوالا، والمقادير مشاهدينا كيما راكو تشوفوا معنا راهم يمروا في الشاشة. قرنون محشي المقادير مضبوطة، هنا فقط كاين هنايا التعديل، فقط هنا تحبي ديري فخاذ الدجاج ولا تقدري ديري اللحم، لكن الاختيار. البطاطا مقلية حنايا راني حضرتها لكم بطريقة كيفاش ما نقلوهاش في الزيت، وإنما طيبنا في الفور بطريقة صحية. إذا هذيك الطريقة تاعي. إذا نعاودو نذكرو فقط مشاهدينا بالوصفات، قلنا اللحم تاعي بعد ما درتو راهو يتقلى الله الله الله، هنايا مع البصله الملح فلفل الكحل الزعتر شويه الكركم والزنجبيل، غلي قليت عليه درت له شويه تاع الماء هكذا باش يطيب لي. راح نضيف عليه الجلبانه تاعي، انا الجلبانه تاعي قلت لكم استعملت منتوجات مهدي، يعني بخاصك راهي طيبه وبزاف حلوه وبزاف بنينه. اذا راهو جاي شهر رمضان، نقول لك انه استعملي هذا النوع تاع الجلبانه. بالنسبه للقرنون تاعنا مشاهدينا، نعاود نشرح لانه هذه النقطه اللي وقعوا فيها كامل السيدات، انه تقول لك القرنونه تاعي توجور تهرب لها هذيك لا فيونداشي. اذا واش نديروا لها؟ القرنون تاعي بعد ما نغسلو كامل ننقيه لازم نفوره، يعني نفوره فوق القدره، بعد ذلك نخليه يبرد ونحشيه بهذيك لا فيونداشي تاعي، على بالكم بلي اللحم ما يطولش باش يطيب. هذه يعني كانوا الوصفات تاع نهار اليوم. بالنسبه للبطاطا تاعي قطعتها، درت لها الملح فلفل كحل البابريكا يعني فلفل عكري الزعتر، ونستقبلوا مكالمة. يلا الو. نعم الو. نعم سيداتي، واش راكي شيخه؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانتي راكي مليحه؟ رايح لاباس الحمد لله. الحمد لله سيدتي، مرحبا بك، تفضلي. منين راكي تتصلي؟ ام وداد من ولايه معسكر. مرحبا بك سيدتي، ومرحبا بناس معسكر، تفضلي. الله يسلمك. شاف حبيتك ديري لنا البوراك تاع الفوخ. ايه باذن الله. باش حبيتيه؟ بلاباط بالعجين، بلاباط تاعنا نورمال بالديور، بلاباط فيلو. اه خلاص ماشي مشكل سيداتي، لانه كاينه عجينه الفيلو راهم يديروا بها البوراك في الفرن رائعه، والبوراك في الفور يعني احسن، يعني ماشي ما نقولكش احسن من المقله، لكن كاين طريقه كيفاش يجي. لا لازم المقلي تاع المقله، بغيت تاع الفوخ. ماهوش مشكل باذن الله سيدتي، راهو مبرمج باذن الله تعالى. زيدي سيدتي طلباتك. يلا شكرا. شكرا شكرا سيدتي، ظن انه راحت المكالمه. نعم اذا مشاهدينا نعاودوا برك نذكروا انه الوصفه تاع اليوم كما قلت لكم قرنون محشي. فوالا راني حطيت قلتكم تحمس اللحم تاعي مع البصل الملح فلفل الكحل شويه تاع الكركم عفوا شويه تاع الزنجبيل، درت عليه مرقت هذاك شويه تاع البصل فوالا باش ما يتحرقليش، ضفت الجلبانه تاعي بعد ما اللحم تاعي دخل وطيب. انت طيبيه بعقلك سيداتي، انا المهم تاع اليوم على بالي كامل تعرفوا تحضروا هذا الطبق، ولكن جبت لكم لاستوس تاع كيفاش
القرنون تاعك ما تنحالوش لا فيونداشي، اذا لازم تفوريه سيداتي. البطاطا تاعنا قطعناها شكل طولي، شكل تاعها كيما تاع يسربوها يعني ولا يقدموها في الفنادق، درنا لها الملح فلفل كحل كركم زنجبيل فلفل عكري زعتر وزيت الزيتون مع القليل تاع الماء، غطيناها بابي كويسون بابي الومنيوم وحطيناها في الفرن طيب. كي قريب الطيب راح ندير لها شويه تاع الزبده ونعاود نرجعها للفرن تتحمر. هادو هما كانوا الوصفات. اذا مشاهدينا راح نلتقاو بعد الفاصل باش نشوفوا المعسله تاعنا اليوم، اذا ما تروحوش بعيد قعدوا معانا. يلا مشاهدينا رجعنا لكم باش تشوفوا ان يعني كيما يقولوا الاطباق النهائيه تاعنا كيفاش كان التحضير تاعهم. فوالا انا راني في مرحله التزيين. فوالا هذيك البطاطا ديالي هذه مازلت نخلوها هنا. الطبق تاعي تاع الطاجين الجلبانه محشي، القرنون تاعي محشي، هاوليك الشكل النهائي تاعو فوالا بهذا الشكل. والتحليه تاع نهار اليوم الشكل النهائي تاعها كيفاش جانا. اذا هادو هما وصفتنا مشاهدينا. الطبق الاول اللي كان عباره على القرنون والجلبانه، الله الله كيما راكم تشوفوا الشكل النهائي تاعهم. البطاطا تاعنا بعد ما تحمرت اكيد رانا هذا هو الشكل النهائي تاعها كذلك. وهاد المعسله الرائعه شوفوا الشكل تاعها والقرمشه تاعها، ما نحكي لكمش لازم تجربوا هذه الوصفه باش تعطي لكم النتيجه رائعه. اذا مشاهدينا كنتوا طرحتوا عليا السؤال تاع كيفيه كيفاش نقدر نكونجلي الليمون. انا الطريقه تاعي مثلا الا درتو في العصير واش ندير، الا زعما ندير به موخيتو ولا في العصائر واش ندير، نحب نحكم الحبه تاعي تاع الليمون نقشرها قشرها باش نحيلها هذيك، باش كي نديرها في البلاندور مباشره ما راهيش راح تطلق لي هذيك المراره. اذا نقشرها ولا نحيلها لو زيست هذاك نديرو في لي بوكو كذلك نديرو في كونجيلاتور، وهذيك نزيد نحيلها هذاك الابيض نحطها في لي ساشي تاعي ونحطها في الكونجيلاتور حاجه ما تصرى لها. اذا هذه الطريقه كي ندير عصير. اما مثلا كي نحضرها مثلا في نحطها في الاطباق تاعي ولا واش راح ندير، راح نقطعها عادي كيما نقطع الليمون تاعي يعني اون كارتي، ولا نقطعها هكا نفس الشيء. واش ندير، نحطها لداخل لي ساشي تاعي، نرشها بشويه فقط تاع السكر شويه فقط، نغلق عليها ونكونجليها. كي تجي سيداتي تحطي الطبق تاعك في الدقيقة الأخيرة يعني وقت الأذان ولا وقت الإفطار تاعك، نجبد هذاك القارص ديالي ونحطه من بعد يديكونجلا يطلق روحه شوية. جيد، هادو هما الوصفات. إذا وصفتنا مشاهدينا هادو هما، نتمنى أن نالوا إعجابكم. نشكركم كامل ونشكر الطاقم التقني، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات أخرى من وصفات الشيف مريم. مع السلامة.